أقامت رئيس الجمهورية بس مع الرئيس المدير العام لشركة تيم أوف أمريكا للاستثمار مجمل المواضيع المتعلقة بالاستثمار في مجال الطاقة الإلكترونية في البلاد. كان ذلك بحضور معاون رئيس الجمهورية سيدة البلاد الأولى ورئيسة مؤسسة القلب الكبير، تبحث مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالبلاد المواضيع ذات الصلة بصحة الأم والطفل والصحة الإيجابية بجانب زواج القاصرة. أكثر من 79 ألف طالب وطالبة في كافة الأراضي الوطنية يجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية دورة 2018، ووزير التعليم العالي والبحث والابتكار يعلن الإطلاق الرسمي لهذه مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الجادية. بحث اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع وفد شركة تيم أوف أمريكا للاستثمار بقيادة الرئيس المدير العام للشركة رون يفيت، حيث بحث معهم مختلف المواضيع المتعلقة باستثمار الشركة في البلاد في مجالات الطاقة الإلكترونية. اللقاء كان بحضور وزير الطاقة والبترول بوكر ميشيل بجانب معاون رئيس الجمهورية عثمان عبد الغني إدريس. بدأت البلاد في طريق تنفيذ برامجها التنموية الشاملة وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة للمواطنين. في ذات الشأن التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالسيد رون يافيت الرئيس المدير العام لشركة تيم أوف أفريكا التي تعمل في مجال الكهرباء، برفقة عدد من مساعديه وبحضور وزير البترول والطاقة ووزير المالية والميزانية وعدد من مساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء. المقابلة ركزت حول التعاون والأمل بين الشركة والحكومة في مجال الطاقة بشتى أنواعها حتى تكون في متناول الجميع وبأرخص ثمن. كما ناقشوا عدد من ملفات التعاون المشتركة، خاصة بناء مركز توليد الطاقة النظيفة بقدرة إنتاجية تبلغ 150 ميجاوات لإعطاء ممدود لمدة 25 عاما، وتباحثوا الاتفاقية المبرمة بين الحكومة التشادية وشركة تيم أوف أفريكا الأمريكية فيما يتعلق بدعم الشركة الوطنية للكهرباء. الرئيس المدير العام للشركة رون يافيت أكد لرئيس الجمهورية فخامة إدريس ديبي إتنو بأن الشركة ستبدأ عملها من أجل توفير الطاقة للمواطن التشادي وبالصورة المطلوبة وتكون كهرباء نظيفة وقوية وبالمواصفات الدولية، علما بأن شركة تيم أوف أفريكا هي شركة عالمية تعمل في مختلف الدول ووفرت الكثير من المشاريع الكهربائية عبر المياه والطاقة المتجددة والرياح والحرارة الشمسية خاصة في أفريقيا. والآن أكدت الشركة بداية الاستثمار في تشاد. التقت اليوم سيدة البلاد الأولى ورئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو بالقصر الرئاسي بممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالبلاد ودينكو دومينغا، وقد تطرق اللقاء إلى مواضيع مختلفة خاصة بصحة الأم والطفل وصحة الإنجاب بجانب زواج القاصرات. رشاد حسن طه. في إطار جهودها المبذولة لتحقيق صحة المرأة والطفل، خاصة صحة الإنجابية ومحاربة مختلف العادات السيئة كزواج القاصرات والحمل المبكر، التقت السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير بالسيدة إدوين دومينغو ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالبلاد. اللقاء الذي جرى بحضور بعض من أعضاء مؤسسة القلب الكبير بحث عددا من المواضيع المتعلقة بالصحة الإنجابية واستغلالية المرأة وتحسين شروط الحياة الصحية للمرأة والطفل، بالإضافة إلى أهم المشاريع التي يمولها صندوق الأمم المتحدة للسكان بتشاد، فضلا عن دور السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير وتدخلها لتحسين حياة المرأة في الساحة الإقليمية والدولية. وقال دومينغو إن اللقاء بحث أيضا المسائل القانونية الوطنية وحق حصول النساء على المعلومات والوسائل بشكل سلس ومتوفر، إضافة إلى تحسين حياة صحة الأم والطفل. Je suis venu dans un premier temps en sœur africaine pour saluer باعتبارها أخت إفريقية وتعهدها الدائم في العمل من أجل تحسين حياة المرأة والطفل وجهودها الحثيثة في رفع الوعي بضرورة للجوء إلى الوسائل الطبية التي تحافظ على صحة المرأة والأسرة عموما وتعزيز الصحة والحقوق الإنجابية وشراكتها الواضحة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في الاستجابة لاحتياجات الصحة الإنجابية للسكان والطرق المستقبلية للعمل
2019 في إطار العمل المهني لتحسين حياة المرأة والطفل. أيضا تباحثنا سبل استقلالية المرأة والزواج المبكر وجدول التنظيم الأسري وخطة عمل تمويل الصندوق للمشاريع، إضافة إلى تحقيق أجندة 2030. وسيواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان العمل جنبا إلى جنب مع المجتمع المحلي لتوفير الدعم اللازم للنساء والفتيات والتوعية حول القضايا المتعلقة بالعنف الاجتماعي، بما في ذلك الآثار المترتبة على الزواج المبكر والعنف الممارس ضد المرأة. بدأت اليوم امتحانات الشهادة الثانوية دورة 2018 في كافة الأراضي الوطنية، وقد بلغ عدد الممتحنين أكثر من 79,000 مترشح. البداية أعلنها وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور أودنغار دافيد بحضور وزير التربية الوطنية وترقية المواطن السيد أبو بكر الصديق شرومة بجانب مندوب الحكومة لدى بلدية إنجمينة الدكو يعقوب عز الدين الأمين نصر. على الرغم من التحديات الصعبة التي عرفها قطاع التعليم هذا العام والتي كادت أن تؤثر بشكل أو بآخر على شل مثيرة الطالب أو التلميذ الشادي بفعل الإضرابات العمالية التي شهدها الوسط التربوي بكل مستوياته، سعت الحكومة منذ الوهلة الأولى للأزمة إلى تحدي كل العقبات والتفكير في إيجاد سبيل يضمن مسيرة الطلاب وإنهاء المقررات وإقامة امتحانات الشهادة الثانوية في الوقت الذي حدد لها. ومن هذا أطلق رسميا وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور أودنغار دافيد امتحانات الثانوية العامة دورة يوليو 2018 من الثانوية الفنية التجارية. رافقه في فعاليات الإطلاق وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة ومندوب الحكومة لدى مدينة جمينة الدقو يعقوبة. وبعيد فتحهما لظرف الأسئلة وتوزيعها على الممتحنين، حث الوزيران الطلاب على ضرورة التركيز وقراءة الأسئلة جيدا قبل الإجابة عليها ومثل ذلك بعد الإجابة عليها. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أكد على أن الأمور تسير كما ينبغي. بدأت الامتحانات والمدارس كلها، المراكز التي تجرى فيها الامتحانات بدأت تمتحن، الطلاب دخلوا الامتحانات وكل شيء يسير على ما يرام. ونحن في وزارة التربية الوطنية، أنا وزميلي وزير التعليم العالي، سعداء جدا بأن نكون قد أوفينا بما عهدنا به من تنظيم للامتحانات في الظروف المثلى. وأنا أدعو الجميع إلى ضبط النفس والهدوء والعمل بجدية، خاصة للتلاميذ. وجدنا أيضا معلومات من الأقاليم تقول أن الامتحانات بدأت في كثير من المناطق، والآن الامتحانات تجري في أحسن الظروف. الامتحانات التي جلس لها أكثر من 79,000 طالبا وطالبة موزعين على 94 مركزا بكل الأراضي الوطنية، منهم 33,902 في العاصمة جمينة موزعين على 25 مركزا. استهلت الامتحانات اليوم بمادتي اللغة العربية والفلسفة. وعقب الإعلان الرسمي لبداية الامتحانات، فقد تجول فريق من التلفزيون في بعض المراكز للوقوف على أجواء الامتحانات ومدى استقبال الطلاب لليوم الأول، وكان برفقة الفريق الزميلة عائشة أحمد دقي التي وافتنا بالتقرير التالي. مرحلة بعد مرحلة ويوم بعد يوم، حيث تعاقبت المراحل الدراسية حتى الوصول إلى مرحلة الجلوس للشهادة الثانوية التي تمثل المفتاح الأول لمشوار الدراسات العليا. وعندها يلاحظ في بعض مراكز الامتحانات في العاصمة جمينة الكل منهمكا في استرسال وفرز المعلومات حتى لا تفوته الفرصة. المواد مختلفة حسب الميثاقين العلمي والأدبي والقسم الفني والتجاري، إلا أن آراء الطلاب حول اليوم الأول من بداية الامتحانات كانت متقاربة في مفهومها العام للامتحانات. سوجي دا مش لنا فرنسي دا جراي شكرا لك كل سوينا دي المرة كوا شفنا دخلنا سينا فيلو مع فرنسي كوا إبريف دا بيان باسي. الأسئلة بيقول لنا سهلة وتماما معنا، الحمد لله سخل لنا السنة ما في صعوبات، اليوم سوينا الحمد لله أدي شغل صعب كما في مستحيل.
آمال وتطلعات المترشحين تنبئ بصورة مشرفة ومشجعة في إحداث تغيير نوعي في نسبة النجاح لهذا العام. وفي مثل هذا المقام يكرم المرء أو يهان، فحصل موفقا لجميع المترشحين. في مدينة بلتن حضرة وادي فيرة، حيث أعلن الأمين العام للإقليم عثمان كلي أدم الانطلاق الرسمي لامتحانات الشهادة الثانوية دورة 2018. محمد صالح النور. من مدن البلاد، شهدت مدينة بلتن فعاليات الانطلاق الرسمية لشهادة ثانوية دورة يوليو 2018، حيث ترأس الانطلاق الأمين العام لإقليم وادي فيرة عثمان كلي آدم ممثلا لحاكم الإقليم. وخلال افتتاحه لظرف الأسئلة، تمنى الأمين العام لإقليم وادي فيرة عثمان كلي آدم الحظ الطيب والسعيد لجميع المترشحين، وحثهم على الاعتماد على أنفسهم وعدم الاتكال على الغش في الامتحانات. من جانبه رئيس مركز امتحانات بلتن كيم تولغار غارتسوم دعا الطلاب إلى التريث والتأني وقراءة السؤال مرة واثنين قبل الإجابة، وذلك تماشيا مع المثل الذي يقول فهم السؤال نصف الإجابة. امتحانات الشهادة الثانوية دورة يوليو 2018 جلس لها بإقليم وادي فيرة مع مجموع 897 مترشحا ومترشحة موزعين إلى ثلاث مراكز امتحانات بلتن وقريضة وإريبا. وفي مدينة ماسوكوري حضرت إقليم حجر لميس، حيث جلس 463 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة الثانوية دورة 2018 بالثانوية الحديثة لمدينة ماسوكوري. وقد أعلن الانطلاق الرسمي لهذه الامتحانات حاكم إقليم حجر لميس السيد علي حارون بحضور المندوب الإقليمي للتربية الوطنية والترقية المواطنة ورئيس مركز الامتحانات. وقد أعطى الحاكم علي هارون بعض النصائح والتوجيهات للممتحنين، ذلك من أجل رفع الروح المعنوية لهم وتشجيعهم على مواجهة جميع الامتحانات المقبلة. فتح اليوم وزير البيئة والمياه والصيد الصديق عبد الكريم حجار أعمال الدورة التدريبية المشتركة ما بين الوزارات حول سياسة الصندوق الأخضر من أجل المناخ وتوظيف الاستثمار، بغية وضع لجنتين وهما لجنة التوجيه ولجنة السلطات الوطنية. خليل حسن صالح. إخبار القيادات العليا على المستوى الوزاري حول السياسات العامة في إطار توظيف الاستثمارات والاستفادة من المشاريع التي يدعمها الصندوق الأخضر من أجل البيئة وكيفية الحصول على هذا الدعم، جاء تنظيم هذه الدورة المشتركة ما بين الوزارات حول سياسة الصندوق الأخضر من أجل المناخ وتوظيف الاستثمار ووضع لجنة وآلية للتوجيه. وقبيل افتتاح أعمال هذه الورشة، أوضح ممثل الصندوق الأخضر في تشاد كولارامباي كونجا جوليان عن أهمية محاربة المتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن تشاد تضررت كثيرا من جراء هذه المتغيرات، وتعتبر بحيرة تشاد مثالا للآثار السلبية التي أحدثتها المتغيرات المناخية. وزير البيئة والمياه والصيد صديق عبد الكريم حجار خلال افتتاحه لأعمال الدورة قال إن الاتفاقيات الدولية حول المناخ كلها تركز على دعم هذا القطاع، الأمر الذي جعل الصندوق الأخضر من أجل المناخ يعمل على دعم حكومات الدول الواقعة جنوب الصحراء في مشاريعها لأخذ التدابير اللازمة للمتغيرات المناخية وللاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق الأخضر. أضاف الوزير بأنه يجب زيادة خبرات الكادر المؤسسي وفق الضوابط والمعايير التي يحددها الصندوق. وبعد افتتاح أعمال الدورة تم عرض توضيحي حول ماهية الصندوق وما هي الضوابط التي تنظم تمويل المشاريع والحصول على دعم مالي لمحاربة المتغيرات المناخية وخلق بيئة نقية بعيدة عن المتغيرات المناخية. نظمت اليوم كل من وزارتي البترول والطاقة ووزارة البيئة والصيد والمياه نظمتا ورشة وطنية للاعتماد الفني لوضع خارطة الطريق من أجل تطوير الطاقة المتجددة في تشاد. المناسبة جرت بإدارة المرأة التشادية. عبد الله حرب. إن الحصول على الطاقة المتجددة واستخدامها في أغراض التنمية الوطنية هذا ما تسعى إليه الحكومة في إطار سياستها الإنمائية، وعلى هذا الأساس نظمت كل من وزارتي البترول والطاقة ووزارة البيئة والمياه والصيد ورشة وطنية للاعتماد الفني لوضع خارطة الطريق من أجل تطوير الطاقة المتجددة في تشاد. أثناء كلمته الافتتاحية العميد العام بوزارة البيئة والمياه والصيد أوضح عن أهمية الورشة الخاصة للاعتماد الفني للوثائق المتعلقة لوضع خارطة الطريق وتوفير الطاقة المتجددة
والاعتماد عليها، وأكد حرص الحكومة في مساعيها لتطوير الطاقة المتجددة والحصول عليها بسهولة، مثنيا على الشركاء الفنيين والماليين الداعمين لحاز القطاع الحيوي. أما العميل العام بوزارة البترول والطاقة أحمد قدوم أكد أن بعد الاعتماد على الخارطة سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تطبيق النصوص المعدة، وإن هذه الوثائق ستؤخذ بعين الاعتبار وجعلها في مكانها المناسب وتنفيذ المشروعات الخاصة للطاقة المتجددة، وتكون جاهزة للاستفادة من الموارد الطبيعية كل ما دعت الضرورة إلى ذلك. شهد اليوم فندق راديسون بلو أعمال المؤتمر الدولي حول تأمين الأسواق في دورته 92، وسيناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الأسواق في دول السماك وإيجاد الطرق الكفيلة لرفعها. المناسبة رأسها المدير العام النائب للتأمين بوزارة المالية والميزانية أحمد جابر. تقرير فاطمة داود الحين. إزاء الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في السنوات الثلاث الماضية والتي أثرت بلا شك على جميع الشركات والقطاعات الإنتاجية والخدمية، فقد جاء هذا المؤتمر الدولي لتأمين الأسواق في دورته 92 تحت عنوان تنظيم العبور المؤقت للشركات الإقليمية لمجلس الرقابة للتأمين الإقليمي، حيث يناقش من خلال هذا المؤتمر كيفية اتخاذ قرارات واستراتيجيات حول تسهيل عملية تنقل البضائع والإعفاء الضريبي لشركات الدول الأعضاء لمجموعة سيماك. في كلمته الترحيبية، المدير العام للتأمين بوزارة المالية والميزانية أحمد جابر أشار إلى أهمية التأمين للشركات الإقليمية في رفع الاقتصاد الوطني للدول الأعضاء، وبالتالي لا بد من وضع عدة استراتيجيات في عملية تعزيز وترقية النمو الاقتصادي في الإقليم. بدوره رئيس اللجنة الإقليمية لمراقبة التأمين للدول الأعضاء بدي نانغ، مبينا في كلمته أنه سيتم مناقشة عدة نقاط حول تحسين التأمينات والأسواق الأفريقية ورفع التحديات التي تواجه قطاع التأمين، إضافة إلى وضع خطط واستراتيجيات بديلة لمراقبة سير عملية التأمين وسلامة الفوائد المادية، وذلك كله وفقا للقوانين الدولية للتأمين. أطلق اليوم المندوب الصحي لمدينة إنجمينة محمد أحمد الجد حملة التطعيم التي نظمتها جمعية القلم للثقافة والتنمية بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. محمد عثمان بشير. تحت رعاية وزارة الصحة العامة جاءت هذه المناسبة للانطلاق الرسمية للحملة التطعيمية التي ستشمل عددا من المراكز الصحية بالعاصمة إنجمينة، حيث تأتي هذه الحملة بمبادرة من قبل جمعية القلم للثقافة والتنمية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، وذلك بالتعاون مع كل من جمعية طلبة الطب الكويتية وكذا الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية النجاة الخيرية، حيث أنه في بداية هذه المناسبة أكد رئيس جمعية القلم للثقافة والتنمية طاهر يوسف بأنهم يهدفون من خلال هذه الحملة مساعدة المجتمع التشادي من الناحية الصحية، ذلك ما جاء أيضا على لسان رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى. يتم خلالها حملات للتطعيم، تطعيم الأطفال، وكذلك توزيع حقائب للأطفال وكذلك الأيتام، وأيضا في ذلك هناك في ناموسيات معقمة هي ضد البعوض، فهي تقدم للمحتاجين إليها في هذا البلد. رئيس الوفد الكويتي الزائر محمد الحولي أوضح للحضور بأن اختيارهم لتشاد يأتي في إطار ذلك المبدأ الذي ينادي بضرورة مساعدة إخوانهم التشاديين الأشقاء، هذا وبعد تلك الكلمات المختلفة من قبل قادة الجمعيات المشاركة في هذه الحملة، قد أطلق رسميا المندوب الصحي بمدينة إنجمينة محمد أحمد الجد هذه الحملة التطعيمية. وعند خطاب له محمد أحمد الجد أكد بأن هذه الحملة سوف تساهم كثيرا في معالجة تلك المشكلات الصحية
التي تنجم عن نقص في التطعيم. وبذلك بدأ رسميا أعمال هذه الحملة التي تستمر لخمسة أيام متتالية. إليكم هذا البيان من الكوادر الطبية الناطقين باللغة العربية العاملين بوزارة الصحة العامة. يعلن تجمع الأطباء الكوادر والكوادر الطبية الناطقين باللغة العربية العاملين بوزارة الصحة العامة أنهم غير معنيين بالبيان الذي أصدره تنظيم الأطباء والصيادلة بخصوص التعيينات الجديدة بوزارة الصحة العامة، وتعتبر هذه التعيينات نوع من الإصلاح وضربا للفساد المنتشر بوزارة الصحة العامة منذ فترة طويلة، في حين إن رئيس الجمهورية يدعو إلى الإصلاح ومكافحة الفساد في ظل الجمهورية الرابعة، كما أن الإهمال والتهاميش بتمييز الكوادر الصحية بالوزارة وخاصة الناطقين باللغة العربية عن المناصب والمسؤوليات الإدارية لم يحرك ساكنا لهؤلاء الذين يدعون للدفاع عن المصالح العامة لموظفي الوزارة، وأصبح هذا الوضع مكشوفا وواضحا للجميع. ومن هذا المنطلق نعلن انشقاقنا عن هذا التنظيم ونعلن عن تكوين تجمع مستقل يمثل الناطقين باللغة العربية العاملين بوزارة الصحة العامة ويدافع عن مصالحهم. لذلك ندعو الحوار لحلحلة جميع المشاكل التي تعاني منها الوزارة ونحن جزءا أصيلا منها. تجمع الأطباء والكوادر الصحية الناطقين باللغة العربية العاملين بوزارة الصحة العامة المنسق العام الدكتور محمد صالح إدريس. قام المدير العام للصندوق الوطني للمتقاعدين في تشاد السيد أحمد مصطفى محمد بزيارة ميدانية شملت الإدارات الفرعية للصندوق في كل من مدن بنغور مندو بجانب مدينة السار، وذلك بهدف معرفة سير العمل في تلك الإدارات والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها. خليل حسن صالح. بهدف تفقد أحوال المؤسسات التابعة للصندوق الوطني للمتقاعدين في تشاد، قام مدير الصندوق الوطني أحمد مصطفى محمد بزيارة تفقدية شملت ثلاثة فروع تابعة للصندوق، حيث كانت المحطة الأولى فرع الصندوق بمدينة بنغور والذي يغطي ثلاثة أقاليم وهي مايوكبي شرق وغرب وإقليم التنجيلي، والمحطة الثانية كانت بفرع الصندوق بمدينة مندو والذي يغطي إقليمي لوغون الغربي والشرقي، والمحطة الأخيرة لجولة مدير الصندوق كانت بإقليم شاري الأوسط ومندول. وفي جميع المحطات الفرعية التي مر بها المدير فإن المتقاعدين يطالبون باحترام مواعيد دفع المستحقات كل ثلاثة شهور وزيادة مستحقات المتقاعدين بنسبة 15%، كما طالبوا بتحويل عمليات دفع مستحقات المتقاعدين عبر البنوك والمصارف ودراسة ملفات الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد بأسرع وقت ممكن وإتمام إجراءاتهم الإدارية. وردا على هذه المطالب والأسئلة طمأن مدير الصندوق الوطني المتقاعدين وقال إن جميع المطالب ستجد حلولا مناسبة في الجمهورية الرابعة. وفيما يخص مسألة تحويل مستحقات المتقاعدين في البنوك وفتح حسابات لهم فإن المسألة قيد الدراسة، وقد اختتمت الجولة بزيارة تفقدية للمرافق والمكاتب التابعة للصندوق الوطني للمتقاعدين في تشاد. نسبة لمطالب السلطات السعودية بأخذ بصمات الحجاج من أجل منح تأشيرة الحج، فقد قامت اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة بتمديد فترة تقديم الجوازات إلى 20 يوليو الحالي. محمود حسن سبو. الحصص أو النسب التي وزعتها اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة بين الوكالات المعتمدة لديها فيما يتعلق باستلام جوازات المترشحين لحج هذا العام ومن ثم تقديمها لدى اللجنة بنهاية الفترة المحددة، لقد تمكنت هذه الوكالات حتى اللحظة من الوفاء بتعهداتها، كما طالبت أيضا بنسب إضافية. 600 حاج وقدرنا وفقنا والله وفقنا قدرنا الناس 600 قدرنا كل احصرنا جوازاتهم ودفعنا قروشهم وواسه حالياً ده دورنا حد الزيادة تمينا منا 176 منا الديبوزية خلق رسيلهم قروشهم وديبوزية الباسبورات، فالحمد لله زادوا لنا تاني 5 يوم آخر جزكا لبا، ف يعني باقي لنا 24 ال24 برضه خلاص يعني شبه خلاص ديبوزيت اوبي ان شاء الله نريتري الاوبي اليوم ونمشي لبرسيلو، وقدمنا ثاني 50 دارين زياده ان شاء الله.
وفي غضون ذلك فقد قامت اللجنة من تقديم أكثر من 2700 جواز لدى السفارة السعودية، ذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الإلكترونية عليها، غير أن اللجنة ونسبة للإجراءات الجديدة التي تطالب بها السعودية بأخذ بصمات الحجاج قبل إصدار التأشيرات لهم، فإن اللجنة قد قامت بتمديد هذه المدة حتى 20 يوليو. كل الحجاج لازم يبصموا قبل ما يأتوا الباسبور فيزا، هذا خبر هذا كان هنا ما عندنا، رفضنا كتبنا ولسه ما لقينا رد، لكن هو شغل اوبليغاتوار يعني ما لنا هنا تشاد وهيدا لكل البلدان اللي كان يودوا حجاج. هذا النظام كان المملكة العربية السعودية هو كان حتى كل الناس حتى اللي عندنا باسبورهم في بكاننا وحتى الجداد كل الأربعة آلاف حجاج لازم يبصموا قبل ما الفيزا بتام يكون جاهز. ده سبب الخلا التأخير بيجي عشان بدون البسمين ما فيش فيزا. عموما أن العمليات المتعلقة بحج هذا العام تسير بصورة جيدة وبحسب الخطة التي وضعت لها. إليكم هذا البيان من نقابة عمال وزارة استصلاح الأراضي والسكن والتمدن. لقد اجتمع أعضاء النقابة الفرعية لعمال تلك الوزارة وقد خرجوا بالآتي: البداية الفورية للعمل، مناشدة الفيدرالية الحرة للعمال الجديدة بمواصلة الحوار مع الحكومة، مناشدة السلطات بتأمين العمال الذين استأنفوا العمل، حرر في جميعنا في 16 من يوليو 2018 رئيس النقابة الفرعية موسى شوباس. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة.